كل المسلمين حول العالم سنة أو شيعة يعرفون مكانا واحدا للكعبة المشرفة، وهو في مكة المكرمة في السعودية، قبلتهم في الصلوات، ويطوفون حولها عند أداء مناسك الحج والعمرة. ذلك ما يفسر غضب الكثيرين على السوشيال ميديا عندما شاهدوا مجسما للكعبة في مدينة كربلاء بجنوب العراق فيديوهات تظهر طواف عدد من الزوار حول مجسم الكعبة، تعليقات مستهجنة وغاضبة. له نجد أن المرجعيات النافذة الآن ساكتة سكوت الموتى في هذه القضايا، لا تتكلم عن شيء أبدا، لا علاقة لها، لا 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 حقا لا باطلا. عد القضية، ماذا هذه الممارسات وقعت بيد من أعزائي؟ وقعت بيد من؟ وقعت بيد هذه الهيئة وذاك الموكب وهذا الرادود وذاك المنبري وهاي القناة، ولا تعلم القضية من أين. ويوميا أنت عندك ماذا؟ ها؟ يومية عندك شعيرة أو شعيرة ماذا؟ جديدة، سكاكين وزناجيل وقامات وتطبير وتطيين وما أدي الانبطاح على الأرض والمشي على الظهور وإخراج صوت الكلاب والمشي على أربع كالبهائم إلى آخره ما شاء الله. ولا نعلم الحبل جرار لو مو جرار أعزائي، اطمئن. أنا تكلمت هنا لأنه أنا واقعاً أريد أن أحفظ هذه الملحمة العظيمة في الأربعين اللي عشرات الملايين يذهبون، وإلى الآن الحمد لله ما أصيبت بهذه الممارسات الخرافية التي لا أصل لها، لا دين ولا علم ولا تقوى ولا ذوق، بل مضرة بالدين والمذهب إلى آخر. ما أدري واضح؟ وصريح الروايات أن تقول هذا المعنى، صريح الروايات، وأنا وجدت على بعض الفضائيات بلي؟ بل مجموعا ثلاثة بل على نحو المجموع، يعني لا يحق. هسه من يقوم بهذا؟ لعله لابد أن تتشكل مؤسسات وعلماء يجلسون ويدرسون هذه الظاهرة العظيمة اللي هي حفظ مدرسة أهل البيت، إنما هي ماذا؟ بحفظ قضية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا خسرنا هذا الموقع، يعني احنا بدنا نخسر ماذا؟ أهم رأس مال في مدرسة أهل البيت. عزيزي تقول لماذا أنت تصر أن المؤسسة الدينية؟ الجواب أن الإمام الحجة في الرواية المعتبرة والتوقيع الصادر منه أرجع الأمة في غيبته لمن؟ ها؟ لمن؟ ما أرجع مع الأسف الشديد هاي المغالطة المشهورة، يصعد على المنبر يقرأ الرواية كأن الأئمة أرجعونا إلى الروايات. الأئمة لم يرجعونا إلى الروايات، أرجعونا إلى رواة الروايات، يعني إلى من؟ إلى العلماء. التفت هذا في كتاب الغيبة أعزائي، التفت إلى الرواية اللي كثير لا يلتفت إلى هذه النكتة، يقول وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. التفت فإنها حجة عليكم لو فإنهم حجتي عليكم. إذا كانت الروايات حجة لابد الرواية شو تقول؟ فإنها هذا المنهج الأخباري اللي يخرج على الفضائية يجيب الكتاب، شوف انظر رواية. الناس ليست الروايات حجة عليهم، الذي هو حجة عليهم من؟ ها؟ العلماء، فإنهم علمائي هنا.